بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد، وإزاي إن احنا نقدر نعلم أولادنا القراءة الصحيحة للغة الإنجليزية. والنهاردة بإذن الله هناخد حرف سهل جدا، وهو letter M، وإزاي إن احنا نقدر ننطقه صح في الwords. تعالوا نبدأ. بسم الله. الحقيقة النهاردة عندنا قاعدة واحدة لنطق letter M. القاعدة هي: ينطق حرف الام مثل حرف الميم في اللغة العربية. examples: man, map, monkey, mean. man, map, monkey, mean. man يعني رجل، أما map يعني خريطة، أما monkey يعني كرد، ومين يعني رئيسي. وبكده هنكون خلصنا القواعد الخاصة بحرف الام. إذا عجبكم الفيديو أرجو عمل لايك وسبسكرايب للقناة ليصلكم كل جديد. وبكده هنكون خلصنا الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.